السلام عليكم. حقيقة السؤال يا أخي أنا يعني ما عندي تجربة كبيرة في المخاطبات، عدد من مجموعة كبيرة من الناس، لكن لما لقيت خطاب وجيت متوتر بصراحة، لكن كلام محمد عزتني خلاني أقول لك ريلاكس الاسبريشن الجميل اللي قدمه. قال لي أنا قبل ما أمشي ماليزيا كنت بفتش في النرويج والسويد، فكان عندي فرصة للغة يعني فرصة. قلت له يا خالد يا أخي والله بنصحك تمشي ماليزيا.